اسمع إن كان لك قلب. لمن كان له قلب اسمع. اسمع يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم القيامة إنه يوم الطامة. يوم القيامة ويوم الصاخة إنه يوم الفرار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عبد الله عبد الله يا عبد الله أما تتفكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل. الأبصار خاشعة والقلوب وجلة وأنا وأنت والجميع في انتظار كيف تكون النهاية. كيف تكون النهاية يوم القيامة لو علمت بنوره لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لفررت من أهل ومن أوطاني. لا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان. فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مشيت. ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا بالحرام بطشت وأخذت. لمن كان له قلب عبد الله لا تظن أن الحساب سيكون يسير. ستسأل عن القليل والكثير. ستسأل عن الصغير والكبير. ستسأل عن العمر فيما أفنيته. ستسأل الشفاعة يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة يا ربي أمتي الحبيب لم ينسانا على شدة الموقف وشدة الأهوال. نادى بأعلى صوت أمتي أمتي فأين أمته فأين أمته. شيبهم وشبابهم ونساؤهم أين هم من سنته وسيرته ونصرة دعوته. فأين أمته فأين أمته فأين أمته فأين أمته فأين أمته فأين أمته. لمن كان له قلب محاضرة تقدمها لكم مؤسسة صدى الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت. لمن كان له قلب محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وجمعني وإياكم في مستقر رحمته وكرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين، وأن يكشف كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يدل الحيارى، ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. لعلكم أحبتي قرأتم العنوان وسمعتم به: لمن كان له قلب. وهل من الممكن أن يكون هناك أناس بلا قلب؟ نعم أحبتي، نعم أحبتي، القلوب الغافلة، القلوب الشاردة اللاهية لا تعتبر قلوب حية، إنما القلوب هي التي تنتفع بكلام الله وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لمن كان له قلب، فالله تبارك وتعالى قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لمن كان له قلب، هذا الحديث لمن كان له قلب، إن لم يكن ذكر الآخرة، إن لم يكن ذكر الآخرة يحرك القلوب، فما الذي يحركها؟ إن لم يكن ذكر الجنة يشوق القلوب، فما الذي يشوقها؟ إن لم يكن ذكر النار يخوف القلوب، فبالله قولوا لي ما الذي يخوفها؟ إن لم يكن هذا الحديث يدعو الصالح إلى الزيادة في صلاحه، ويدعو العاصي إلى العودة عن غيه ومعصيته وغيابه. إن الحديث لمن كان له قلب، إنه الحديث عن الآخرة وما فيها من الشدائد والأهوال. كم قرن الله تبارك وتعالى اسمه بذكر الآخرة، الإيمان به، بالإيمان بالآخرة وباليوم الأخير. فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله وباليوم الآخر. فقدم سبحانه ذكر الإيمان باليوم الآخر على أركان الإيمان الأخرى، لأن الإيمان بذلك اليوم أحبتي هو الضابط الحقيقي لسلوك الإنسان. إن الإيمان بذلك اليوم وما فيه من الشدائد والأهوال هو المحرك الحقيقي لهذا الإنسان، فلا رادع للعصاة عن عصيانهم إلا ذكر ذلك اليوم، ولا مشوق لأهل الصلاح للزيادة في صلاحهم إلا ذكر ذلك اليوم. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره
إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وعقيدة من عقائد الإسلام الأساسية، فقضية الإيمان باليوم الآخر هي التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية التوحيد. واليوم الآخر وما فيه من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولا سبيل لمعرفتها إلا بالنص القرآني والسنة النبوية. وفي كتاب الله أحبتي من ذكر اليوم الآخر وما فيه من الأهوال الشيء الكثير، فما تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب الكريم من صورة من صور ذلك اليوم، أو موقف من مواقف ذلك اليوم. فهو اليوم الذي لا يوم مثله، ولا يوم قبله، ولا يوم بعده. إنه اليوم العقيم، إنه اليوم العقيم. قال سبحانه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لأهمية هذا اليوم ذكرنا أحبتي كم ربط الله ذكره بذكر ذلك اليوم. أقول أحبتي، لماذا الحديث عن اليوم الآخر؟ أقول لأسباب عدة. أولها الغفلة التي استحكمت على حياة كثير من المسلمين. قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى، كثرة اللهو وكثرة المغريات من الأسباب أيضا أحبتي انشغال الناس بالدنيا وعمارتها أكثر من الانشغال بالاستعداد لليوم الآخر. قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم لسبب وهو الأهم، أن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي لسلوك الإنسان. فهناك فرق أحبتي بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الآخر وسلوك من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن علم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الأعمال الصالحة هي زاد الآخرة، لم ينشغل بعمارة الدنيا عن عمارة الآخرة. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. فهناك فرق أحبتي بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الآخر وسلوك ضعيف الإيمان. قال صاحب الظلال: فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فترى في المؤمن بالله واليوم الآخر نظرة مختلفة للحياة، ترى فيه استقامة على دين الله، ترى فيه سعة تصور وقوة إيمان، ترى فيه ثبات في الشدائد وصبر على المصائب. فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا
وعلى ربهم يتوكلون. أما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما في ذلك اليوم من حساب وجزاء، فهو يحاول جاهدا أن يحقق مآربه في هذه الحياة، لاهثا وراء متعها، حريصا على جمعها. الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، يقيس الأمور بالمنفعة الشخصية والمنفعة الخاصة، لا يلتفت إلى بني جنسه إلا في حدود ما يحقق له المصالح، فتبا له ولأمثاله. استدل أهل العلم على اليوم الآخر بدلائل كثيرة، حيث أن الأولين قد أنكروا قضية الإيمان باليوم الآخر، وأنكروا قضية البعث والنشور، قال الله عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقال عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لهذا ركز القرآن على قضية الإيمان باليوم الآخر وإثبات البعث والحساب والجزاء، فجاءت أدلة كثيرة، منها النشأة الأولى، قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني إن كنتم في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى، بل الإعادة أهون عليه من البدء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وبيده عظمة بالية أكل الدهر عليها وشرب، وضعها بين يديه ثم فتها ثم نفخها في الهواء، ثم قال يا محمد ربك يحيي هذه بعد أن أنا جعلتها هباء منثورا؟ قال بأبيه وأمي نعم نعم، ويدخلك النار. فقال الله فيه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل له يا محمد قل له يا محمد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من دلائل اليوم الآخر المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث، قال سبحانه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا على إحياء الموتى وقيام الساعة. من الأدلة أيضا القدرة الباهرة
المتجلية في خلق الأعظم، قال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادر على خلق الإنسان الصغير، كما قال هو سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الأدلة أيضا الحكمة الإلهية، فالحكيم لا يترك الناس سدى ولا يخلقهم عبثا، لا يتركهم، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يزجرون على أعمالهم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، بلى قادر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فلو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. اسمع، اسمع وافتح قلبك قبل أن تفتح أذنيك، فإن في هذا الحديث ذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل شيء هالك إلا وجهه. في حديث أبي هريرة في حديث الصور قال: ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإذا اجتمعوا أمواتا جاء ملك الموت إلى الجبار فيقول: قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت. فيقول الله سبحانه وهو أعلم: من بقي؟ من بقي؟ فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله عز وجل العرش فيقول: أي ربي يموت جبريل وميكائيل؟ فيقول جل جلاله: أسكت، إني كتبت الموت على كل من تحت عرشي فيموتان. قال: ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول: يا ربي قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله سبحانه وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت، بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول سبحانه، فيقول سبحانه: ليمت حملة العرش فيموتون. فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يقول سبحانه: ليمت إسرافيل فيموت. ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا ربي قد مات حملة عرشك. فيقول سبحانه وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت، بقيت أنت الحي الذي لا تموت،
وبقيت أنا، فيقول الله: أنت خلق من خلقي، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت فيموت. فإذا لم يبق إلا الله، فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فكان كما كان، فكان كما كان أولا، طوى السماء كطي السجل للكتب، ثم قال، ثم قال: أنا الجبار، أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب تبارك وتعالى، فيجيب تبارك وتعالى: لله، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فتبدأ الشدائد وتبدأ الأهوال، تبدأ بصعقة واحدة، تبدأ بصعقة واحدة، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. ثم يبدأ مرة ثانية بنفخة أخرى. اسمع القرآن وهو يحذر وينذر ويذكر بشدة الشدائد والأهوال، فقال سبحانه مذكرا بأهوال ذلك اليوم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن في ذلك اليوم، إن في ذلك اليوم من الشدائد والأهوال ما فيه حياة لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال سبحانه مصورا تلك الشدائد: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. لو كان الإيمان بالله وباليوم الآخر قد خالط القلوب وتمكن من القلوب لما غفلت عن ربها تبارك وتعالى. اسمع، اسمع الشدائد والأهوال: إن كان لك قلب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اسمع يا رعاك الله، اسمع. فالحديث
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من سره أن يرى القيامة رأي العين فليسمع هذه الآيات. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. نعم، في هذا الحديث حياة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بنفخة بدأت القيامة وبنفخة أخرى يبدأ البعث والنشور. فبعد النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، إنه الخروج من القبور والسير إلى أرض المحشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. فيسعون إلى محشرهم في سكون وخشوع، لا تسمع منهم إلا صوت الأقدام والهمسات. ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، قال: بأبيه وأمي يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك. يقول ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله صلى الله عليه وسلم حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أرض المحشر أحبتي فأرض غير هذه الأرض، وأما سماؤها فسماء غير هذه السماء. قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أحوال الناس، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران
تخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. نعم أولو الألباب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء يعني مائلة إلى الحمرة كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد. رواه مسلم. قرصة النقى يعني كقرص الدقيق. أما حال الناس فحفاة عراة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة يعني غير مختونين. قلت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا ابنة الصديق الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. فمن الناس من يحشر على وجهه كما قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكفار على وجوههم يوم القيامة؟ قال بأبي هو وأمي أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. متفق عليه. ثم تزداد الأهوال ثم تزداد الكرب فتدنى الشمس من رؤوس العباد فيغرقون في العرق. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر فوالله الذي لا إله إلا هو ما أدري ما يعني بالميل. أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. عبد الله أما تتفكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل؟ الأبصار خاشعة والقلوب وجلة وأنا وأنت والجميع في انتظار كيف تكون النهاية وأين يكون المصير. تخيل ومثل مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور.
وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم، كيف المقيم على الذنوب دهور. ثم تزداد الشدائد وتزداد الأهوال، فيؤتى بجهنم، فيؤتى بجهنم يسمع لها تغيظا وسفيرا. قال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يندم النادمون ويتحسر المتحسرون ويتمنون أن لو ساعة واحدة يرجعون فيتداركون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك يجرونها. لو تركت على أهل المحشر لأتت عليهم من أولهم إلى آخرهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، إنه يوم مقداره 50,000 سنة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنه يوم الطامة ويوم الصاخة، إنه يوم الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. والناس على هذه الحال والموقف الشديد والكرب العظيم، ويطول الانتظار، والكل ينتظر الحساب والوقوف بين يدي الملك الديان. ثم يأتي الفرج بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث الشفاعة، في حديث أبي هريرة في مسلم قال: كنا في دعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقربت إليه الذراع فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون مما ذلك؟ ثم قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فلا يغادر منهم أحدا، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، حتى إذا اجتمعوا في صعيد واحد وأدنيت الشمس من رؤوس العباد وغرق الناس بعرقهم وازدادت الأهوال والشدائد على الناس، نظر بعضهم إلى بعض فقالوا: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول بعضهم لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة أن تسجد لك سجود تشريف لا سجود عبادة، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟
ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن تلكم الشجرة فعصيت. نفسي نفسي نفسي. فيتبرأ منهم أبو البشر، فيزداد الغم والهم والكرب على الناس، فيقول لهم: اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم وأنا وأنت معهم. تخيل يا صاحب القلب، يا صاحب القلب، تخيل أنا وأنت معهم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات لو عددناها لعددناها من صالح الأعمال. نفسي نفسي نفسي. أحبتي، هذا حال الأنبياء، حال أولو العزم من الرسل. مقال الحال يقول: اللهم سلم سلم، فكيف سيكون حالي وحالك؟ هذا حال الأنبياء، هذا حال أتقى البشر وأخوف البشر، فكيف سيكون حال العصاة والمقصرين والمفرطين؟ فيقول لهم: نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: أنت نبي الله وكليمه، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا، ويقول: نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فيأتون محمدا، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، يا محمد، أنت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول أنا لا، فأقول أنا لها، أنا لها، فأنطلق إلى العرش، فأنطلق إلى العرش، فأخر ساجدا: اسمع اسمع، فالحديث لمن كان له قلب. فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتحه على بشر من قبلي، ثم يقال: يا محمد، يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، يا ربي، أمتي. فأقول: يا ربي، أمتي،
أمتي أمتي الحبيب لم ينسانا على شدة الموقف وشدة الأهوال، نادى بأعلى صوت: أمتي أمتي فأين أمته؟ فأين أمته؟ شيبهم وشبابهم ونساؤهم أين هم من سنته وسيرته ونصرة دعوته؟ أما قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء للناس في سائر الأبواب. يقول: بأبي هو أمي والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر. وفي رواية: وليأتين عليها يوم وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. يا مدعي حب طه يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم فالخلف يحرم في دين المحبين. ما لي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا. خذها سماوية خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجز الشياطين. هل سمعت هل سمعت أيها الأخ الحبيب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يرد عنه ومن يصد عنه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيمة، يعني لكم علامة ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصد عني وليصد عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي. فيجيئني ملك فيقول: وهل تدري يا محمد وهل تدري يا محمد ما أحدثوا من بعدك؟ كم غيروا وكم بدلوا وكم تهاونوا. وقد اختلف العلماء أحبتي متى يكون الورود على الحوض وأين. فقيل: قبل الصراط، وقيل أنه يكون بعد الحساب والميزان والصراط، والله أعلم. أما وصف الحوض فافتح قلبك يا رعاك الله. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني آنيته كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا من شرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. اللهم لا تحرمنا فضلك اللهم لا تحرمنا فضلك. ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية،
تذكر يا عبد الله أنك بين يدي الله موقوف، وسيكلمك ربك، ليس بينك وبينه ترجمان، تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر أمامك فلا ترى إلا النار. فاتقوا النار عباد الله، فاتقوا النار عباد الله، ولو بشق تمرة. ستقف وستسأل عن القليل والكثير، ستسأل عن الصغير والكبير، ستسأل عن العمر فيما أفنيته، ستسأل عن الشباب كيف قضيته، عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لا تظن أن الحساب سيكون يسير، إنه حساب بالذرة، إنه حساب بالذرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في ذلك اليوم قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون. حال الناس ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ستسأل عن الصلاة كيف أديتها، هل حفظتها؟ ستسأل عن الصوم والزكاة وعن كل صغيرة وكبيرة. سوف تسأل عن كل كلمة قلتها وسمعتها. ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات. حال الناس، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، أي ستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد، ورأى العبد في نفسه أنه قد هلك، قال الله، قال أرحم الراحمين: سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الأمنية: ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الجواب: قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنها محكمة شعارها لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قاضيها الملك الديان الذي حرم الظلم على نفسه،
وجعله بين عباده محرما. الشهود في المحكمة، الشهود في المحكمة، السمع والبصر واللسان، الشهود في المحكمة، السمع والبصر واللسان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، كيف يكون الحال إذا شهدت العينان وقالت: أنا إلى الحرام نظرت؟ ولا إله إلا الله إذا شهدت الأذنان فقالت: أنا إلى الحرام استمعت؟ ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت: أنا بالحرام بطشت وأخذ؟ فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت: أنا للحرام مشري. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. ثم ينادى أهل النار، ثم ينادى أهل النار، فيقال: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، فيقولون: نعم إنه الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم ينادى: يا أهل الجنة، خلود فلا موت. وينادى: يا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأنذرهم يوم الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنه اليوم الآخر، إنه اليوم الذي لا يوم بعده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا عجبا للناس لو فكروا، يا عجبا للناس لو فكروا، حاسبوا أنفسهم أبصروا، وعبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر. لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كانا خير ما يدخر. يا صاحب القلب، تخيل الموقف وقد تطايرت الصحف والكتب، إلى أي فريق ستنتمي؟ إلى أصحاب اليمين
أم إلى أصحاب الشمال؟ بأي يد ستأخذ الكتاب؟ بالشمال أم باليمين؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. النتيجة فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي المقابل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. الأمنية: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة: خذوه خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ذنبه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله السلامة والعافية. إن الحديث إنما ينفع صاحب القلب، صاحب القلب. فإن كنا نعرف هذا ونسمع هذا، إذن لا بد من العمل والصدق والإخلاص والصبر والاحتساب، وإلا سنقول: وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي، وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي. وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي؟ وحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية. تظن أن الموقف قد انتهى؟ لا، القادم أشد والقادم أعظم. ستؤمر أيها المسكين أن تعبر الصراط، إما إلى جنة وإما إلى نار. جاء في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب جسر جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب، يعني بالصراط، وبه كلاليب مثل شوك استعدان، نبت له شوك معقوف. قال: فإنها مثل شوك استعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق الهالك بعمله، ومنهم المخردل المقطع بالكلاليب ثم ينجو. فمنهم من يعبره كالطرف، كطرف البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش أو مكدوس في نار جهنم. منهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب إلى جهنم سحبا. فقل لي بالله، فقل لي بالله، كيف سيكون العبور؟ أبت نفسي، أبت نفسي تتوب، فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال،
ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن يا وليي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أسألك بالله كيف سيكون العبور؟ قيل لأحد الصالحين وقد مات ورؤي في المنام: ماذا صنع الله بك؟ قال: وضعت قدما على الصراط والقدم الأخرى في الجنة، وضعت قدما على الصراط والقدم الأخرى في الجنة. نهاية ذلك اليوم إما إلى جنة وإما إلى نار. قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والفريق الآخر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. نعم، الكلام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا وأنت كل مطالب باستشعار ذلك اليوم، أن تجعل ذلك اليوم معك في حركاتك وفي سكناتك، معك في كل حال من الأحوال. فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس بذلك اليوم في كل حال من الأحوال. ما وعدهم بحطام من حطام الدنيا، ما وعدهم إلا بالجنة لمن أطاع والنار لمن عصى، بشيرا ونذيرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يمر على آل ياسر يعذبون فيقول لهم: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. إذا اشتد الحر واشتد السموم قال لهم: إن أشد ما تجدون من حركم من سموم جهنم. إذا اشتد البرد قال لهم: إن أشد ما تجدون من بردكم من زمهرير جهنم. ما ربطهم إلا بالآخرة، وما ذكرهم إلا بالله. لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. يدخل على أصحابه إذا هم يضحكون فيقول لهم: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. وهكذا كان حال أتباعه من بعده. عمر يقوم الليل، يقوم الليل فيفتتح قوله: عما يتساءلون، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فيبكي إلى خروج الفجر، فيبكي إلى خروج الفجر: إنه النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يسمع يوما رجلا يقرأ: والطور وكتاب مسطور
في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. فيخر عمر مغشيا عليه، كيف لا والقرآن يخاطب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. استشعار اليوم الآخر، حرمهم لذيذ الطعام ولذيذ المنام. إنها مسؤولية الوقوف بين يدي الواحد القهار، إنها مسؤولية السؤال، إنها مسؤولية المصير عباد الله، إنها مسؤولية إما جنة وإما نار. هذا رجل منهم رضي الله عنه وأرضاه يستشعر آية عظيمة، لو تنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الرجل مضطجع على فخذ امرأته، الموقف موقف غفلة، ولكن الآخرة معهم في كل مكان. فيبكي وهو مضطجع على فخذ امرأته، فتبكي المؤمنة لا تدري لماذا يبكي. فلما سألت ما الذي أبكاك، قال واسمع ما قال يا صاحب القلب. قال: مر علي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تعال نختم بهذه الصورة العظيمة، تعال نختم بهذه الصورة العظيمة التي في القرآن مثلها كثير. قال الله يخاطب الغافل والناسي والساهي والمنكر لذلك اليوم، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا صاحب القلب، هل نحن منهم؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إنه اليوم الذي لا يوم قبله ولا يوم بعده، وأمرنا بالاستعداد لذلك اليوم. فيه من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستر في ذلك اليوم عيوبنا
وأن يؤمن فيه روعاتنا. أسأله سبحانه أن يفرج فيه هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين ويستر عيوب المذنبين ويتقبل توبة التائبين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واعلي شأننا وأصلح ولاة أمورنا وردنا إليك ردا جميلا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا ونساءنا واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، والله نسأل أن ينفع بهذه المادة كل من سمعها. كان معكم من الهندسة الصوتية مهندس الصوت وليد رضا أبو زياد. تمت الهندسة الصوتية باستوديو مؤسسة صدى الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت. هاتف رقم 455-2455، هاتف رقم 456-2477، فاكس 456-2466. أيها الأحبة في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.